اديني فكرة كده عن ستيم. طيب، هو الفرق بين الأولاد وهم صغيرين وإن هم بيكبروا، هو فترة التعليم اللي بياخدوها في الأول من سن 3 سنين لحد ما يكبروا لعشر سنين بالذات. أوكي. الفترة دي اللي بتفرق في الشكل بتاعهم هم، في تفكيرهم، في اتجاههم بعد كده في المستقبل. كان زمان كل واحد بندرس، تدرسي في المدرسة، أنا بدرس علوم، أنا بدرس رياضة، فتلاقي الطفل بيروح المدرسة يرجع يسأل حضرتك، يسألني، يسأل أي حد، هو إيه لازمة اللي أنا بدرسه ده؟ هستفيد بإيه فيه؟ فبعد شوية ما بيلاقيش إجابة، تطبيقات يعني. مفيش تطبيقات خالص. فبعد شوية بيبتدي أنا مش حابب اللي بدرسه، أنا حابب حاجة أكتر أكون بلعب بيها ومختلفة ويكون ليها إفكت، يكون ليها حاجة، فبحس إني بخش في فيديو جيم، بحس إني بكسب بخسر، فبحس إن في حاجة بعملها. إنما التدريس النظري بيخلي الأطفال يخرجوا بره الموضوع خالص. العالم ابتدى كله ينتقل لتعليم ستيم. من سنة 2001 دكتور بيتا في ناشونال ساينس فاونديشن في أمريكا ابتدوا تعليم ستيم. إيه تعليم ستيم؟ ستيم دي اللي هي خمس حروف: ساينس، تكنولوجي، انجينيرينج، ارت، ماثماتكس. الله، الفكرة فيهم إيه؟ مش هم بس كده، الفكرة إن أي حاجة عايز تعمليها، لابتوب، تيبل، عربية، أي حاجة عايز تعمليها في الدنيا مش هتتعمل بالعلوم بس لوحدها، مش هتتعمل بالرياضة لوحدها، مش هتتعمل بالانجينيرينج لوحده خالص. هي لازم تعملي دمج او مزج بينهم كلهم. اوكي. وتعليم ستيم بيقول ان انت ما فيش حاجه اسمها تعليم نظري. انت بتخش تحل مشكله. عندنا مشكله، هنخش نحاول نحلها.